السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. غرق معدية في البحيرة. اللي معرفش ايه المعدية ديت، بيبقى فيه زي ترع كده او مجرى مية كبير، فعشان تعدي اليمة التانية ما بين الشط ده والشط دوت بيبقى فيه حاجة اسمها معدية مركب. وبرضو المعدية ديت اللي انا بتكلم عنها بقى، بيبقى فيه معديات عبارة عن مراكب بسيطة، وفي معديات تبقى كبيرة كده حديد وبتخش بيها بعربيتك وتعدي اليمة التانية. انا بقى بتكلم على اللي غرقت، اللي هي التانية اللي هي بتركب بتخش بيها بعربيتك. ف ربنا يصبر اهالي الناس اللي ماتت، وباذن الله يلاقوا المفقودين. فلما غرقت اللي حصل ان هم انتشلوا حوالي 4 غسس، وجاب طلعوا اول عربية، وباذن الله يطلعوا الباقي، وباذن الله ربنا يصبر اهالي المتوفين. وبس الخبر خلص، سلام.